بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الحضارة الإسلامية. يعني إيه الحضارة الإسلامية؟ النهاردة المنهجنا بيتكلم عن ظهور الإسلام. الحضارة الإسلامية يعني الحضارات التي قامت قبل الإسلام. وطب الحضارات اللي قامت قبل الإسلام دي موجودة فين؟ في شبه الجزيرة العربية، ودي جزء من تاريخ الحضارة قبل الإسلام. اشمعنى؟ حيث شهدت استقرار بشري، أول استقرار بشري استوطنها العرب منذ ملايين السنين. قيام حضارات متعددة على أرضها اعتمدت على استثمار الموارد اللي هي عايشة عليها. نشأت ممالك على أرضها في الشمال والجنوب وفي وسط وغرب. شبه الجزيرة العربية. وده النهاردة هيبقى إن شاء الله موضوعنا، الحضارات والممالك التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. زي ما انتم شايفين كده على الخريطة، في حضارات قامت في الجنوب زي معين وسبأ وحمير، وحضارات قامت في وسط وغرب الجزيرة العربية زي مكة والطائف ويثرب، وحضارات قامت في الشمال في بلاد العراق مملكة اسمها مملكة الحيرة، وبلاد الشام ثلاث ممالك، مملكة تضمر والغساسنة ودولة الأمر. هنتكلم كده مبدئيا عن الحضارات او الممالك التي ظهرت وسقطت قبل ظهور الاسلام. نتكلم عن الممالك التي جاءت في جنوب شبه الجزيرة العربية. احنا قلنا ثلاث ممالك، معين وسبأ وحمير. عندي مملكة معين بدأت من سنة 1300 حتى سنة 620 قبل الميلاد، وكان موقعها منطقة الجوف والعاصمة مدينة قرناو. ثم جاءت بعدها مملكة سبأ واستقرت من سنة 800 لحد 115 قفميم، وكانت موقعها في جنوب غرب اليمن وعاصمتها مدينة مأرب. ثم جاءت مملكة حمير والتي من 115 لحد 525 ميلاديا. مملكة حمير كان موقعها بين مملكة سبأ وبحر القلزم. بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، وعاصمتها مدينة ريدان أو مدينة ظفار. دي الحضارات التي قامت في جنوب شبه الجزيرة العربية. هننتقل لجزء تاني، مدن وغرب شبه الجزيرة العربية في بلاد الحجاز، وهي تضم ثلاث قبائل، مملكة مكة والطائف ومدينة يثرب. أولا مملكة مكة أو قبيلة مكة، أهميتها تعد من أشهر مدن الحجاز. ليه؟ لوجود الكعبة بها، وده أعطاها أهمية دينية، كانت لها أهمية اقتصادية حيث أشرفت على رحلة الشتاء والصيف ما بين اليمن والشام. حتى في آيات في القرآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. ومن أشهر قبائل مدينة مكة هي قبيلة قريش. ثم ننتقل إلى مدينة يثرب، وبنقول على مدينة يثرب أهميتها إن هي تعتبر واحة زراعية نظرا لأنها تقع في مكان مرتفع ووجود المياه الأمطار. ومن أشهر قبائلها قبيلة الأوس والخزرج. ثم ننتقل إلى جزء تاني، ممالك الشام، ممالك شمال شبه الجزيرة العربية في بلاد الشام، ومملكة الغساسنة التي تقع في بلاد الشام. أصلها ترجع إلى قبائل الأزد التي هاجرت من اليمن بعد انهيار سد مأرب. موقعها في بادية الشام وعاصمتها الجبية. ومن أشهر ملوكها جبل ابن الأيهم، والراجل ده ليه شهرة إن هو آخر ملوك حكمت مملكة الغساسنة، حيث ساند الروم ضد المسلمين في معركة اليرموك الذي هزم المسلمين فيها الروم هزيمة ساحقة. ثم انتقلنا إلى مملكة الحيرة بالعراق، موقعها في غرب نهر الفرات وعاصمتها مدينة الحيرة جنوب الكوفة. ومن أشهر الملوك النعمان ابن المنذر. هننتقل لجزئية ثانية، عندي هنا بداية كده مظاهر الحضارة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. هناخد الحياة السياسية والحياة الدينية، ثم ننتقل إلى الحياة الاقتصادية، وهناخد الحياة الفكرية والعلمية، وهنبدأ وننهي درسنا بالحياة الاجتماعية.
أولا الحياة السياسية. انقسم المجتمع السياسي في شبه الجزيرة العربية إلى قسمين، مجتمع نظام قبلي ونظام شبه ملكي. حيث النظام السائد هو النظام القبلي، كان النظام السائد في معظم شبه الجزيرة العربية، ويقوم على أن القبيلة هي وحدة النظام السياسي للبدو. وعناصر النظام القبلي انقسم إلى اثنين، شيخ القبيلة ومجلس القبيلة. ولم تكن العلاقة بين القبائل العربية تسير على وتيرة واحدة، فكانت العلاقة مختلفة متباينة بين الحروب والأحلاف. كانت الحروب تقوم للنزاع على الماء لأتفه الأسباب أو الأخذ بالصقر، ومن أشهر الحروب قبل الإسلام حرب البثوث وحرب الفيجار. وهناك أحلاف، حيث من أشهر الأحلاف التي قامت قبل الإسلام حلف الفضول، والحلف ده قام به النبي محمد، عقده النبي محمد وحضره في شبابه قبل الدعوة الإسلامية. ثم هننتقل للنظام الآخر، النظام الشبه ملكي، وكان يتكون من عناصر خمسة. أول حاجة الملك، ثم كبار الموظفين، ثم ننتقل إلى حكام الأقاليم، وكان كبيرهم يسمى الكبير كبيرا، ومجلس عام يتبعه الملك، وأخيرا هننتقل لنقطة تانية، الحياة الدينية. الحياة قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية تعددت الديانات، حيث هناك ديانات سماوية جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، مثل الحنيفية عبادة الله الواحد على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، واليهودية ديانة سيدنا موسى، والمسيحية، والنصرانية ديانة سيدنا عيسى عليه السلام. ثم ظهرت ديانات جديدة، ديانات وضعية، يعني هم اللي وضعوها عشان يحققوا مكاسب مادية، مثل الوثنية عبادة الأصنام والأوثان، وانتشرت في بلاد العرب، حيث اتخذت كل قبيلة صنما تعبده مثل هبل واللات والعزة. هناك أيضا عبادة الصابئة، عبادة النجوم والكواكب، انتشرت في مدينة الرقة وحيران. ثم عبادة المجوسية، عبادة النار، عبادة تقوم على إلهين، إحدهما للخير والثاني للشر، وانتشرت في بلاد الفرس وشرق شبه العربية. يعني الوضع في الحياة الدينية قبل الإسلام كان متدنيا. هننتقل للحياة الاقتصادية. كانت المهنة الأساسية السائدة هي الرعي، نظرا للنظام القبلي الذي كان سائدا في شبه الجزيرة العربية. الزراعة كانت محدودة نظرا لقلة المياه، كانت موجودة في الأجزاء الشمالية والأجزاء الجنوبية في بلاد اليمن، وذلك لتربتها الخضبة ووفرة المياه. ثالثا الصناعة، وكانت محدودة أيضا، حيث كانوا يهتمون بصناعة السيوف والرماح وأواني الفخار نظرا للدفاع عنهم، وكانوا يستخدمون كمان اللؤلؤ ويستخرجونه من الجزيرة العربية من الخليج العربي لصناعة الحلي. ثم التجارة، من أشهر العادات العربية قبل الإسلام العمل في التجارة. ازدهرت التجارة في شبه الجزيرة العربية لعدة أسباب، عندهم طرق ممهدة، عندهم بيقدروا يعرفوا الطرق عن طريق المواقع النجوم والكواكب، مواقع الكواكب والنجوم بيعرفوا الطرق. الموقع المتوسط لشبه الجزيرة العربية، امتلاك اليمن، عندهم أقوى أسطول في ذلك الوقت في بلاد اليمن في الجنوب، وأكيد عشان شهرة مكة التجارية التي كانت تشرف على رحلة الشتاء والصيف. وأيضا استخدموا العملة في معاملة التجارية، العملة الدرهم الفضي لبلاد الفرس، والدينار الذهبي لبلاد الروم. هننتقل لنقطة جديدة، هي الحياة الفكرية والعلمية. بدأت بالأدب. الأدب اشتهر العرب بالشعر والخطابة، فلم تكن الأسواق للتجارة فقط، بل كانت للمنافسات الشعرية. ومن أشهر شعراء العرب النابغة الذبياني.
ثم العلوم، نبغوا في علوم كثير زي الطب، وكان من أشهر الأطباء قبل الإسلام ولقب بأبو الأطباء أو أبو الطب الحارث بن كلدة الثقفي. ثم الفلك، الناس دي عندهم علم معرفة المواقع النجوم والكواكب ومعرفة الطرق. وهناخد علم الأنواء، الناس دي كمان عرفوا أوقات هبوب الرياح ونزول الأمطار. وعلم الهندسة، بناء المقابر والقصور والفنون والعمارة. فن النحت، عثر على مدينة كاملة اسمها مدينة الحجر بدولة الأنباط، دي كانت معلومة مهمة جدا، دي كانت ديار سيدنا ثمود. مدينة الحجر ديار ثمود قوم النبي صالح عليه السلام، حيث كان ينحتون البيوت في الجبال. كان عندهم قلاع وحصون زي قلعة القستل، وكان عندهم المعابد والأديرة زي جنيه الرصافة في الغصاصنة، والقصور مثل قصر في مدينة صنعاء باليمن. هننتقل لآخر نقطة، الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية كان المجتمع العربي قبل الإسلام يتكون من نمطين رئيسيين، النمط الأولاني هم أهل البدو، والنمط الثاني هم أهل الحضر والممالك العربية، حيث انقسم المجتمع العربي إلى عدة طبقات. الطبقة العليا، وكان بيمثلها طبعا الأحرار والأغنياء من التجار. الطبقة الوسطى، ودي كان بيمثلها عدد من صغار التجار وأصحاب الحرف. ثم الطبقة الدنيا، ودي غالبية المجتمع في أي مجتمع، تكونت من الفقراء والعبيد والموالي. وانقسمت العادات والتقاليد، كان ما بينهم عادات إيجابية وعادات سلبية. العادات السلبية كانوا بيؤمنوا بالإيمان بالسحر والتنجيم وقدرة القوى الخفية على جلب الخير وإبعاد الشر، وشرب الخمر ولعب الميسر يعني القمار، والعصابية القبلية والأخذ بالصقر. كل دي من العادات السلبية التي كان يتميز بها المجتمع العربي قبل الإسلام. وكمان في حاجة اسمها وأد البنات. يعني إيه وأد البنات؟ دفن البنات أحياء. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ده القرآن ذكرها. أما العادات الإيجابية فكانت الكرم، الوفاء بالعهد، شجاعة. هل للمرأة، انت لسه بس بتقولي ان المرأة كان بيقودوها وقت البنات مش كل القبائل، لكن على مر الزمن وعلى مر التاريخ لازم المرأة العربية اللي كان لها دور في المجتمع. ايه دور المرأة قبل الاسلام او في شبه الجزيرة العربية؟ عملت بغزل الصوف الغنم وعبار الابل، وشاركت في المعارك، فكانت تضمة الجرحى وتسقي المحاربين. وبعض النساء كان لها مكانة عالية جدا في المجتمع العربي، زي الملكة بلقيس قدرت تحكم مملكة سبأ اللي هي في الجنوب، الملكة زنيبيا قدرت تحكم مملكة تضمر اللي هي في الشمال، والسيدة خديجة هي أشهر من مارست التجارة قبل الإسلام. يعني إذن المرأة العربية برغم وجود عادات من المجتمع إلا إنها حظيت بمكانة عظيمة في المجتمع. وبكده نكون خلصنا درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.